لنقاش هذا الملف يحضر معنا في استوديو الرافدين الكاتب السياسي الأستاذ حسين السبعوي. أهلا بكم. أهلا وسهلا، حياكم. أهلا بكم. ويكون معنا أيضا عبر الهاتف من لندن مدير المركز العربي للعدالة محمد الشيخلي. أهلا بكم سيدي. أهلا وسهلا. نبدأ بضيفنا مع ضيفنا في الاستوديو أستاذ حسين. في ظل ارتفاع أعداد الضحايا من الشهداء والجرحى وتواصل استخدام القمع والعنف مع المتظاهرين السلميين، من وجهة نظر قانونية كيف يمكن التعامل مع من يحرض على قتل المتظاهرين واستخدام العنف ضدهم؟ يعني هو تحريض على القتل هو يعتبر جريمة قتل، وأعتقد القانون يحاسب على من يحرض على القتل، سواء كان التحريض مباشر أو حتى غير مباشر، أو سواء أعطاه السلاح أو لم يعطه السلاح. فبالتالي التحريض هو جريمة تعتبر قانونيا، وكل من حرض على القتل فهو متهم في هذه الجريمة. أعتقد هناك فئات كثيرة حرضت على القتل، منها جهات منظمة ومنها جهات أفراد، كل هؤلاء هم متهمين في جرائم هذه الحادثة البشعة التي حدثت في كربلاء. إذن سيد محمد، ليس فقط الذين حرضوا على القتل، إنما أيضا الذين قتلوا وارتكبوا هذه الجرائم. طبعا نحن نعرف أنه لا أحد يمتلك الحصانة القانونية والدبلوماسية أمام الدم الذي يراق في العراق، وأمام عشرات بل مئات الشباب الذين قتلوا بهذه الطريقة البشعة. هل نتوقع يوما ما أن يحاسب هؤلاء على ما قاموا به؟ بسم الله الرحمن الرحيم. دعني أوضح ابتداء أن التحريض يعتبر أو المحرض يعتبر بموجب القانون. يبدو أن صوت فيه مشكلة واضحة. نعود لضيفنا. نعم. في هذه النقطة التي أشار إليها زميل يونس عن المحاسبة القانونية وإمكانية محاسبتهم قانونيا، هؤلاء أغلبهم يعني لابد أن يحاسبهم قانونيا، حتى لو حملوا الجنسيات المتعددة، حتى لو كانت لهم مسؤوليات في الدولة كبيرة، ترفع عنهم الحصانة ثم يحاسبون. لكن عادة في الدول العربية عموما، عندما يكون الشخص في موقع السلطة من الصعب محاسبته ما لم ترفع عنه الحصانة أو تنزع عنه المسؤولية. فلابد من إسقاط هذا النظام وإسقاط هذه الحكومة، ومن ثم تأتي حكومة تقوم بهذا الملف. لا يمكن لحكومة نفسها قامت بالقمع ومن ثم تحاسب نفسها، هذه قضية غير منطقية وغير معقولة. نعم. هل هناك خطة أستاذ حسين للمحامين العراقيين ولأصحاب ومديري المؤسسات القانونية العراقية في العالم لملاحقة هؤلاء المجرمين؟ بالتأكيد أكو هناك محامين دوليين، هناك محامين عراقيين متبنين هذه القضايا، هناك منظمات تتابع الشأن العراقي، وقد جمعت ملفات كثيرة قبل هذه الحوادث، جمعت ملفات المخفيين قسريا، جمعت ملفات الذين المقابر الجماعية التي دفنوا. كل هؤلاء هناك محامين متابعين للقضية العراقية وللشأن العراقي، معطينها لها أهمية كبيرة، لكن تحتاج الوقت لهذا الأمر، وتحتاج لرفع الحصانة كما ذكرت لك عن هذا النظام، حتى ممكن المحاكم الدولية تأخذ مجراها الطبيعي. والمحاكم الدولية لا تتعامل وفق موضوع الحصانة، فقط الرئيس ورئيس الوزراء دائم حصانة، ما البقية ليه لم تكون حصانة، لكن لم تكون حصانة في القضاء المحلي داخل العراق، فلا بد أن ترفع عنهم الحصانة، ولا أعتقد ترفع عنهم الحصانة ما لم يحل مجلس النواب واستقالة الحكومة، أنا ذاك ترفع عن جميع الحصانة. ستبقى معنا أستاذ حسين. نعود من جديد لضيفنا عبر الهاتف من لندن مدير المركز العربي للعدالة الأستاذ محمد الشيخلي. نرحب بك من جديد، ونبقى في الجانب القانوني وسبل ملاحقة المسؤولين الذين ثبت تورطهم في التحريض على القتل أو القتل أصلا، قتل المتظاهرين السلميين. نعم سيدتي، دعيني أوضح أن الجرائم ضد الإنسانية كجرائم الإبادة وجرائم الحرب وجرائم القتل العمد، هذه موجب أحكام نظام روما الأساسي لعام 1998 لا يعتد بها بالدفع بالحصانة ولا تسقط بالتقادم، بمعنى أن هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم ولا يعتد بأن يدفع دفاعا قانونيا بأن هنالك حصانة. نقطة راس سطر، هذه أتمنى أن تكون واضحة. نحن أمام جرائم الإنسانية ترتكب الآن في الساحة العراقية، مرتكبي هذه الجرائم يخضعون إلى القانون العراقي وإلى القوانين الدولية. الجنسية لا تعتبر حصانة
لمن يحملها، الجنسية أو الازدواجية الجنسية لا تعتبر حصانة لمن يرتكب جريمة ضد الإنسانية كجرائم الحرب وجرائم الإبادة الجماعية. المشكلة في محمد، ربما اسمح لي هنا على المقاطعة، الحديث عن مزدوجي الجنسية من المسؤولين معظمهم يحمل جنسيات أوروبية، إلى أي مدى يمكن الاعتماد على هذه النقطة في البداية باعتبار معظم دول الاتحاد الأوروبي تصادق أو صادقت على ميثاق حقوق الإنسان ومبادئ حقوق الإنسان؟ نعم، بالتأكيد هنالك إمكانية قانونية على المستوى الأوروبي والدولي لمساءلة كل من يحمل جنسية من دول الاتحاد الأوروبي كبريطانيا أو فرنسا أو ألمانيا أو غيرها من دول الاتحاد الأوروبي لمساءلته أمام المحاكم الأوروبية، لأن هذه المحاكم في أوروبا تعتبر محاكم ذات اختصاص دولي في الجراء ترتكب كجريمة ضد الإنسان. ولدينا سابق في المحكمة الإسبانية الرابعة عام 2014 كان استدعاء رسمي من قبل المحكمة الإسبانية كما ارتكب عدة جرائم في حق الشعب. أرجو أن تبقى معنا سيد محمد الشيخ، لسنعود إليك لاحقا. أستاذ حسين معنا في الأستوديو، إلى أي مدى ترتبط هذه المجزرة التي ارتكبت بتهديدات كانت واضحة وعلنية على لسان أبو مهدي المهندس وقيس الخزعلي بالانتقام من هؤلاء المتظاهرين، وقولهم أننا سنتدخل في اللحظة المناسبة لإيقاف زحف هذه الفتنة كما قال أبو مهدي المهندس؟ بالتأكيد أن هؤلاء يمثلون الدولة العميقة ويمثلون المشروع الإيراني في العراق، وقد صرحوا بذلك وهددوا المتظاهرين، منهم من قال بالقتل يعني بالأعداد الكثيرة، ومنهم قال أبو مهدي المهندس قال سنتدخل في الوقت المناسب، وكأنه لا يوجد هناك قائد عام قوات مسلحة ولا توجد وزارة الدفاع. لحد هذه اللحظة المواطنين العراقيين لا يعرفون من هو وزير الدفاع، ولم يصدر منه أي تصريح في مثل هذه الخصوص، بل يصدر تصريح من قيادات الحشد وقيادات الميليشيات الأخرى. لهذا السبب أن هؤلاء يمثلون الدولة العميقة في العراق مثل المشروع الإيراني، ولا أستبعد أبدا أنهم من قام بهذه الجرائم ضد أهالينا في كربلاء. السؤال الذي يطرح نفسه أنه عقب كل مجزرة تقترف بحق الشعب العراقي والمتظاهرين الشباب، الحكومة القوات الحكومية تنفي مسؤوليتها وضلوعها في هذه الجريمة، وكذلك الميليشيات تنفي ضلوعها في هذه الجريمة، من الذي يقوم بقتل الناس إذن؟ إذن على شوف سيدي، أنا أكون واضحين، لا يوجد هناك طرف ثالث، لا يمكن أن نصدق هذه الرواية ولا نبني على أي تحليل وعلى أي بحث. هناك طرفين، هناك شعب وهناك نظام. من قتل هؤلاء المتظاهرين هم من طرف النظام، والذي تظاهر وطلب حقوقه الذي يمثل الشعب، لا يوجد طرف ثالث، ولا يمكن أن نبني على هذه الرواية لأنها من أصلها هي كذبة. طرفين فقط في الساحة العراقية، شعب ونظام، نظام دموي قام بقتل المواطنين. نبني نظريتنا على هذا الأساس وعلى ما هو موجود على الأرض. من يقول طرف ثالث وملثمين ومندسين وإلى آخره، هذه الكذبة لا يمكن أن نبني عليها أي تحليل وأي بحث. مجزرة كربلاء لو نعود إليها، الحديث تركز على قتل المتظاهرون لأنهم أنزلوا العلم الإيراني من على القنصلية الإيرانية في كربلاء، إلى أي مدى يعتبر ذلك تهمة أو جرما يعاقب أو يقتل من أجله متظاهر سلميا؟ هذه ليست الجريمة الأولى التي حدثت. أنه علينا عودة إلى التاريخ، سابقا عندما أنزل المتظاهرين العلم الإيراني في البصرة كيف تعاملت أيضا الميليشيات والقوات الحكومية. اليوم إيران مهيمنة على العراق وهي تحرك أدواتها لقتل هؤلاء. لو أنزل العلم العراقي من أي مؤسسة عراقية لم تقم هذه القوات بقتل هؤلاء المواطنين، بقدر ما هي حريصة على العلم الإيراني، بمعنى هي تدافع عن المشروع الإيراني وهو مهيمن ومحتل الساحة العراقية. فأعتقد هذه هي الصورة أو هذا هو المشهد الحقيقي، إنزال العلم العراقي بمعنى أنه سيدفع هؤلاء الثمن كما دفعوا سابقا في البصرة. وهذا السيناريو يثبت تورط إيران وهيمنتها على الساحة العراقية. كما تلاحظون هناك إصرار جماهيري واسع على الرغم من كل هذه الممارسات بحق الشعب العراقي والمجازر التي ارتكبت حتى الآن ومحاولات الترهيب والاعتقالات والسحل إلى آخره، والمشاهد التي رأيناها وهي مشاهد في الحقيقة جسيمة ومأساوية، على الرغم من ذلك يعود الشعب العراقي يوميا إلى
الشوارع وإلى الساحات وفي ساحة التحرير وفي غيرها من الساحات، كيف نفسر ذلك؟ نفسر ذلك سيدي أنه هناك مطلب كبير جدا ومطلب عظيم جدا، لابد أنه يقدم له التضحيات ويستحق. المتظاهرين رفعوا شعار نريد وطن، من يريد وطن عليه أن يقوم أن يقدم التضحيات، عليه أن يثبت، عليه أن يصبر، عليه أن يكون شجاعا. المطلب كبير جدا، فلا بد أن يكون هناك له رجال أيضا. نوع المطلب أيضا يحدد نوع الرجال. هذا المطلب لم يطلبه سابقا، كانت الناس تطالب بخدمات، تطالب بوظائف، هؤلاء طالبوا بوطن، فالذي يطالب بوطن هذا مطلب كبير، عليه أن يثبت ويصبر ويكون شجاعا. فأعتقد هذا هو سر بقاء هؤلاء، لأن مطلبهم كبير والتحدي كبير، والحكومة تستهدفهم في كل يوم لأنه تدرك مطالب هؤلاء بمعنى اجتثاثهم كاملا من المشهد السياسي. نعود لضيفنا عبر الهاتف مدير المركز العربي للعدالة الأستاذ محمد شيخلي، ونسألك عن ما تم توثيقه من قبل الناشطين والصحفيين من فيديوهات مصورة تحمل الكثير من الجرائم المرتكبة ضد المتظاهرين السلميين، إلى أي مدى يمكن اعتمادها كأدلة تثبت هذه الجرائم؟ بالتأكيد ما يظهر صوت للجرائم من خلال المتظاهرون يعتقد اعتقادا ضد الدولة. ربما نطرح نفس السؤال على ضيفنا في الاستوديو، على اعتماد هذه التوثيقات ما وثقه الصحفيون والناشطون لملاحقة المسؤولين عن هذه الجرائم لاحقا. اعتقد اذا ما تكون هذه الفيديوهات لدى المحاكم ستحقق من صحة هذه الفيديوهات، ومن خلال خبراء ان ثبتت هذه الفيديوهات فاكيد انها تعتبر جزء من الأدلة. لكن ما هو اهم من هذه الأدلة، هناك اعترافات علنية موثقة فيديويا والاعتراف صوتية. وهذا الاعتراف هو سيد الأدلة. اليوم أي جريمة عندما يعترف الجاني فخلاص أنهت كل الأدلة لما بعده. هناك اعترافات بهذه الجرائم والاعتراف هو سيد الأدلة. نعم، هذه الفيديوهات تستخدمها المحاكم الدولية والمحلية بعد التحقيق منها، وتعتبر هي جزء من الأدلة التحقيقية لإدانة هؤلاء القتلة. في ضوء كل ما تقدم وفي ضوء ممارسات الحكومة وقسوتها في التعامل مع المتظاهرين، هل تتوقع استمرار المظاهرات بهذا الزخم، أم أن الشعب العراقي قد يشعر بالخشية على حياة المواطنين وبالتالي يعود إلى المنازل؟ يعني أعتقد أنه قدم الشعب العراقي الكثير من الشهداء ومن الجرحى، جرحى بالآلاف، شهداء بالمئات، ومع كل هذا مصر الشعب العراقي. لكن لا يمكن أن يترك الشعب العراقي هكذا تنفرد به إيران وحلفائها ويقتلون، والمجتمع الدولي متفرجا. فقط تصريحات خجولة من الأمم المتحدة، لحد هذه اللحظة مجلس الأمن لم يصدر منه أي تصريح رسمي، ولم يكلف نفسه باجتماع فيما يخص العراق، علما أن مصالح الدول الكبرى موجودة في العراق كبيرة جدا، فعليها أن تجتمع أيضا لصالح المجتمع العراقي وتعطي رأيها وتحد من هذا القتل واستخدام هذه القوة المفرطة ضد هؤلاء المتظاهرين السلميين. لا يمكن للمتظاهر السلمي أن يبقى في الساحة وينتظر أجله اليوم أو غدا، ومجتمع دولي مسؤول عن السلم العالمي والسلم الدولي هو متفرجا على ما يجري. أعتقد هذه الأمور لا يمكن أن تستمر، ولا بد أنه أن يكون هناك اجتماع مهم جدا لمجلس الأمن أن يحد من هذا القتل ويوقف هذه المجازر ضد الشعب العراقي. الحديث عن هذه الانتهاكات التي ارتكبت في الأيام الماضية ومنذ مطلع هذا الشهر، كان هنالك قطع لشبكة الإنترنت، واليوم في تطور آخر هو قطع للتيار الكهربائي في ساحة التحرير ببغداد. كيف تفسرون هذه السبل التي تلجأ إليها الجهات الحكومية؟ تجربتنا في دول الربيع العربي وفي تاريخ الشعوب العربية أنه كلما استخدم نظام مثل هذه الأساليب كلما زاد نسبة المتظاهرين عددا وزخما وارتفعت سقف المطالب. لاحظوا اليوم في كل يوم الحكومة تقوم بإجراء ضد المتظاهرين، نجد في اليوم الثاني يزداد هذا الزخم، وتشترك فعاليات ومنظمات أخرى ما كانت منظمة، يعني نقابة المعلمين قد اشتركت في بدايته وقد أعلنت الإضراب، ومن ثم نقابة العمال، ومن ثم نقابة المحامين، وهكذا في كل يوم نجد أن هناك منظمات حكومية كبيرة أو شبه حكومية تنضم إلى المتظاهرين. وبالتالي هذه الإجراءات ما تزيد المتظاهرين إلا إصرارا وزيادة في عددهم وزيادة زخمهم وارتفاع سقف مطالبهم أيضا. السؤال الذي يطرح نفسه الآن أن الحكومة قد شكلت قبل ذلك لجنة تحقيقية بشأن المجزرة التي ارتكبت قبل أسابيع من الآن أو قبل أيام من الآن، وكانت هذه النتائج في الحقيقة يعني
نتائج مضحكة. هل الحكومة ستقوم بعد كل مجزرة بتشكيل لجنة جديدة لكشف ملابسات هذه المجزرة الجديدة، أم أنها تنتظر أن يصل أعداد الشهداء مثلا إلى 200 أو 300 شهيد؟ يا سيدي، أولا المتهم لا يحق له تشكيل لجنة، الحكومة متهمة في القتل فلا يحق لها تشكيل لجنة. هذه جرائم ضد الإنسان يحتاج إلى لجان دولية تحقق في هذا. كيف لمن هو متهم أن يقوم بتشكيل لجنة ويحدد من هو المتهم ويأتي بشخص ضحية ومن ثم ينهي هذا الملف؟ قال هذه جريمة ضد الإنسانية تحتاج إلى لجان دولية ومحاكم دولية تحاكم هؤلاء. أما المتهم وشكل لجنة فبالتالي هي النتيجة السلبية ولا يمكن أن تأتي نتائج، ومنذ 2003 وإلى الآن تشكل لجان ولم تعلن نتائجها إلى الشعب العراقي، وإن أعلنت فهي خالية من الدسم لا تأتي إلى الأشخاص الحقيقيين. المقصد أنه يفترض أنه لا فرق بين استشهاد مواطن أو استشهاد 100 مواطن، طبعا مع دعائنا بحفظ هؤلاء الناس ربنا يحفظهم، لكن في الحقيقة يعني عندما يستشهد في مجزرة كربلاء مثلا أكثر من 20 أو 30 ولا تعمل لجنة تحقيق، بينما تكون هناك لجنة تحقيق ل 300 شهيد على سبيل المثال، هل هذا معقول؟ لا لا، هذا الأمر غير معقول، ولكن كما قلت لك أنه من قام بالقتل هو الذي يشكل اللجان، فبالتالي هذه نتيجة طبيعية، لابد من تشكيل لجان دولية تحاسب هؤلاء وتخرج بنتائج إلى المجتمع الدولي وإلى الشعب العراقي. لا يمكن من قتل يشكل لجنة أو ينتظر عدد القتلى الشهداء 100 أو 20 أو 30، هذا الأمر غير منطقي وغير ممكن. هذه جرائم ضد الإنسانية سواء كانت ضد فرد أم ضد مجموعة عشرات أم مئات أم آلاف، كلها تعتبر جرائم ضد الإنسانية لقتل مواطنين عزل وهم مارسوا حقهم الدستوري في التظاهر السلمي وأطلقت عليهم النار يعني النار المميتة والأطلاق الرصاص الحي عليهم، فهذه جرائم مباشر نعم باتجاه الرأس، بالتأكيد باتجاه الرأس يعني بمعنى أعلى الصدر، أعلى صدر معنى هذا قتل عمد والمسافة قريبة جدا، فبالتالي هذه جرائم ضد الإنسانية لابد أن تحقق بها جهات دولية محايدة قانونية ولا يمكن تحقيق حكومات محلية. أستاذ حسين، في ربما في سؤال أخير وباختصار، كان هنالك اليوم أنباء عن خروج أو هروب للمسؤولين نحو خارج العراق، ماذا تتوقع في الساعات المقبلة؟ هل يمكن أن تتنازل هذه الحكومة بالاستقالة على الأقل؟ أنا أعتقد المشكلة ليست فقط في الحكومة، المشكلة في النظام، الحكومة جزء من المشكلة، حتى لو استقالت الحكومة هي لا تحل المشكلة، لابد من إسقاط النظام ومن ثم الحل بمرحلة انتقالية ثم ندخل إلى مرحلة استقرار لنظام دائم للشعب العراقي. الحكومة جزء من المشكلة ولكن ليست هي كل المشكلة. أعتقد هروب المسؤولين هم يدركون أنه إما متهمين بفساد أو متهمين بقتل، فبالتالي ومع تزايد نسبة المتظاهرين والرفض الشعب الجارف لهم، هذا كله يجعل الفاسدين والقتلة قد يجوز يهربون الآن، وكلما زاد من زخم التظاهرات كلما زاد من أيضا عدد المسؤولين في الهروب إلى الجهات التي جاءت بهم إلى الشعب العراقي للتصدي. شكرا جزيلا لك سيد حسين السبعاوي الكاتب والباحث العراقي، والشكر موصول بلا شك لضيفنا من لندن مدير المركز العربي للعدالة السيد محمد الشيخلي.